يقول السائل: بعض الناس يسألون بوجه الله فيقول: أسألك بوجه الله أن تعطيني كذا وكذا. هذا في حديث: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. ما يسأل بوجه الله الأمور الدنيوية والأمور الدنيئة، الجنة هي أغلى شيء. نعم، تعظيما لوجه الله، مع أن الحديث فيه ضعف كما في شروح كتاب التوحيد. نعم.